sua parte. Aí, chegando muito a semana. جزء من سقف حجرة من حجرات العشر لهذه المدرسة سقط، وكان في هذه الحجرة 23 تلميذ. يعني هذا السقوط كان يعني تضرر منه 6 تلاميذ، 3 بنات و3 ذكور. الإصابة لأربع تلاميذ هي خفيفة جدا، وهم حالتهم لم تتضرر بهذا الحادث. هناك تلميذ حالته طالته كسور يتم علاجها وهو في حالة صحية عادية. هناك حالة أخرى مع الأسف أين الضرر كان على مستوى الرأس، لكن تدخل سريع لسيد الوالي والمسؤولين المحليين، سيد الوالي الذي تابع شخصيا ورافق شخصيا هذه التلميذة، وكذلك الأطقم الطبية والصحية على مستوى المستشفى الجامعي وهران، قاموا بسرعة كبيرة بإسعاف هذه التلميذة، ما أنقذ حياتها وما جعل أيامها ليس في خطر، وحالتها الصحية مستقرة. على المستوى المحلي سيد الوالي مشكور أمر بتحقيق في ملابسة الحادث، وكذلك نحن على مستوى وزارة التربية الوطنية قبل أن أصل إلى هذه الولاية كنت أرسلت وهم الآن بعين المكان لجنة، لأن اللجنة تكون من المفتشية العامة وكذلك من مديرية الهياكل والتجهيزات للنظر في أسباب ومسببات وظروف وقوع هذا الحادث.